لو فتحت بوك اخلص عليك. اهدى اهدى وصل على النبي. اهدى وصل على النبي. انا مش هفتح بوقي ولا هتكلم خالص. انا الحكومه بتدور عليا بره. يعني انا دلوقتي قاتل مقتول، فاهم ولا لا؟ وانت يعني ما لقيتش حته تستخبى فيها في القطر كله غير عندي انا؟ بقول لك اخلص خالص. طيب حاضر حاضر. لما هما عايزين يمسكوك ليه؟ انت عملت ايه؟ قلت لك ما تتكلمش. ما هو مش معقول هنقعد وشنا في وش بعض كده طول السكه والسكه طويله من غير ما نتكلم. انا بزهق بسرعه بصراحه وخلقي ضيق. ما انت كنت مسافر لوحدك، كنت هتتكلم مع مين يعني؟ وربنا بعتك ليه عشان نقعد نتكلم مع بعض ونصلي بعض طول السكه؟ عرفك بنفسي انا. عارف، سمعتك وانت بتكلم الظابط محمود سالم صحف. طب اسمه الكريم ايه؟ مالكش دعوه وخليك في حالك. أنا مش عارف أنت واخد موقف مني ليه؟ أنا لسه متعرض بسيادتك من 5 دقايق، ومش معنى إن البوليس بيطاردك إن أنا آخد منك موقف عدائي. ما ياما البوليس بيمسك ناس ما عملوش حاجة، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، والحكم هو عنوان الحقيقة. ده صحفي ولا محامي؟ أنا إنسان زيك بالظبط، وإذا كنت أنت غلطت، محدش بيعمل الغلط إلا لما أكون مضطر. اقفل بقى المطوه دي ونتكلم راجل لراجل. شوف بقول لك، البوليس واقف على الباب زي ما سمعت، ولو فتحت الشباك وحاولت تنط والقطر ماشي هتنزل بتدشدش 100 حته، خاصه والقطارات بتتلكك الايام دي. ده القطارات طايقه البني ادمين ولا البني ادمين طايقين القطارات؟ وشكلك كده مرح ومتعب ويعني مطبق بقالك كام يوم يعني. فاهدى كده واقفل مطوتك وريح في قعدتك وتاخد قهوتك. وهي فين القهوه دي؟ خليك زي ما انت، متخافش. يا دفعه حاجة باشا؟ 2 قهوة مظبوط لو سمحت من البوفيه. حضرتك يا باشا. 2 قهوة يا باشا؟ أيوه. شكيني يا باشا أنا ما بشربهاش. أمال تحب تشرب إيه؟ أي حاجة يا باشا. عصير مانجا كويس؟ ربنا ما يحرمنا منك يا باشا. خلاص يبقى 1 عصير مانجا و2 قهوة بس. والتاني لمين يا باشا؟ ليا أنا، أنا أصلي بحب أشرب قهوة كتير. حضرتك يا باشا. بس لما تجيب القهوة ابقى خبط عليا قبل ما تخش عشان يمكن أكون قالي هدوم ولا حاجة. أنا؟ حضرتك يا باشا. شفت بقى؟ لو كنت عايز اعمل الدنيا كنت عملتها معاك. ها؟ عندك العيبه بيه. واسمك ايه بقى؟ متولي. عشت الاسامي متولي. الشغل ايه متولي؟ مثبتاتي. مثبتاتي ازاي يعني؟ يعني بقف على الطريق او على اي ناصيه يعني. اشوف اي حد راجع بالليل معاه مزه بقى لوحده مع حد اثبته واقلب اللي معاه. اهلا يا متولي. اهلا بيك يا ويا ترى الشغلانه بتاعتك دي جايبه همها؟ يعني العائد بتاعها مجزي يا متولي؟ والله يا بيه انا ورزقي، يوم فيه ويوم ما فيش. ناس تعبانه يا باشا، ناس تعبانه. ده بيبقى فندي محترم ماشي يتمخطر ولابس بدله علاجه اقلب فيه ما طلعش 10 جنيه. والله معاك حق. انما انت هربان من البوليس ورايح فين؟ ارض الله واسعه يا باشا، ومصر كبيره قوي تساع الكل، وهناك محدش بيعرف حد. معك حق يا متولي. خد يا عم يلا. شاكرين يا باشا، ربنا ما يحرمنا منك. يلا خد دول يا متولي. لا يا باشا عيب ما يصحش، كفايه الواجب اللي انت عامله معايا ده.
ما تصحش ايه؟ هو انت الفلوس ما تبقاش حلال معاك يعني الا لما تجيبها بالتثبيت؟ امسك. والله انت كده يا باشا اللي بتثبتني. شوف يا باشا، انا هفضل اخدمك طول العمر ده، يعني اذا ربنا كتب لي وخرجت من هنا. شوف يا بتولي، احنا عندنا مشكله ولازم نحلها. انت دلوقتي في نازنة ولازم نخرجك منها. اول محطه هنوصل لها بعد 3 ساعات اسيوط. انت هتنزل في اسيوط. هنزل ازاي بس يا باشا؟ انا هقول لك. انت معاك مطوه طبعا. في مفصلات حوالين الشباك ده، هتفك المفصلات دي بالمطوه، هتلاقي الشباك ده طلع في ايدك. حلو. قبل اسيوط القطر بيهدي شويه، لان في مزلقان. ده لو ربنا اراد والقطر هدى يعني. هتنزل والقطر بيهدي. ربنا يسترك يا باشا. لما تنزل اسيوط هتروح لواحد صاحبي قوي اسمه كمال عباس في البداري. تسأل أي حد ماشي في الشارع هيقول لك هو فين. تقول له إنك أنت جاي من طرفي. هتقول له إيه؟ أقول له إنه جاي من طرف الأستاذ محمود سالم. محمود سالم مين؟ سعادتك يا باشا. أنا مش اسمي محمود سالم يا بتقول. تاني يوم عرضوني على النيابة. دخلت أوضة وكيل النيابة اتخضيت، لقيت 6 محامين. أنا افتكرتهم أمن دولة، رحت معترف على الحشيش على طول. أما كلهم راحوا قايمين ودافعوا عني، اتخضت النيابة مني، راحت أمرت بالإفراج عني بضمان بطاقتي الشخصية. طب كويس. أدور على البطاقة ما لقيتهاش. الله يخرب بيتك يا مسعد، وكمان ماشي من غير بطاقة. أم واحد من المحامين مخرجني بضمانه الشخصي وكتب على نفسه إقرار إن هو المسؤول يجيبني لو طلبوني تاني. خرجت من النيابة يا برنس وأنا مرعوب. طب أنا هدفع للناس دي إزاي؟ معيش فلوس، طب أدفع لهم منين؟ رحت على واحد منهم كده بقول له لا مؤاخذة يا أستاذ، أصل أنا لا مؤاخذة ظروفي ما تسمحليش. أمال بتتكلم في إيه يا أستاذ مسعد؟ أتعابك اتدفعت خلاص. ما هم دول ولادي، دول المحامين اللي كانوا بيشتغلوا معايا في مكتب اسكندريه زمان. بس عيال رجاله، عمري ما قصدتهم في حاجه الا لما رفعوا راسي. طول عمري بتعبك انا معايا يا برنس، نفسي اعمل معاك اي واجب. بص يا مسعد، عشان خاطري الواجب اللي بتعمله معايا تحافظ على الشقه دي نظيفه، اعمل معروف. وانت عملت ايه؟ شفت ولادك؟ شفتهم. شفت محمود وشفت السيد وشفت عبد الله. ومالك بتقولها كده من غير نفس؟ لا بالعكس، الحمد لله دلوقتي بقى كويسين، وكل واحد منهم بقى راجل يقدر يشيل نفسه. الواد عبد الله مسكوه نزلوا فيه ضرب عشان يقر على مكاني، مرضاش يقول. حسام بقى بيشتغل مع الداخليه وبيساعدهم عشان يمسكوني. طب وعرفت منين؟ قريت في الجرايد وانا جاي. معلش يا برنس، معلش، صوابعك مش زي بعضها، وبعدين في الاخر ده ابنك وده ابنك. ما انا عارف يا مسعد، بس اللي انا قلقان عليها البنت. مالها؟ انت ما رحتلهاش؟ كنت ناوي اروح لها، بس دلوقتي ما عادش ينفع.